الموت، الموت يخطف أرواح الأبرياء، يوم انفجار مفخخة ويوم حريق بمستشفى، أيام وأسابيع وأشهر وسنين راحت على الشعب العراقي. الظاهر مكتوب عليه الحزن والألم، وأكيد السنين اللي راح تجي ما راح تختلف عن السنين اللي راحت. الظاهر حياتنا راح تخلص كلها سنين عجاف، لأن المسؤول عن حماية أرواح المواطنين هو غير مسؤول. مهما كان السبب اللي وراء هذا الحريق، المفروض أكو إجراءات وقائية لهيجي حالات، مو المفروض تكون أكو خلية طوارئ بالمستشفى تحسباً لأي خطر ممكن يصير داخل المستشفى، وخصوصاً إذا كان الموضوع بداخل الرتهات، رتهات العناية المركزة اللي بيها مواد قابلة للانفجار من صار الحريق بالمستشفى. الدخان من الرتهات منع الرؤية، والغاز خنق المرضى والمراجعين والعاملين. دقيقة، يعني دخان وغاز وهم مرضى، يعني الله يرحمهم كانوا بوباء كورونا، وخلال دقائق قليلة التهمت النار بناية المستشفى وزهقت أرواح 82 مريض استشهدوا بطريقة بشعة. المرضى المساكين جايين حتى يتعالجون من الوباء اللعين، وما يدرون أكو وباء فتاك راح ياخذ أرواحهم. الجرحى عددهم زاد عن 110، قسم منهم حالتهم حرجة. نريد نسأل، وين شروط السلامة والأمان داخل المستشفى؟ حريق يلتهي مثل الطوابق خلال دقائق. تعالوا خلينا نشوف هذا الفيديو اللي أخذته كاميرات المراقبة بداخل المستشفى، شنو اللي صار؟ مضبوط واحد بس. هو هذا واحد بس مضبوط. والله ما شاء الله.